اللي اتعود يسلم حياته لربنا حتى أبديته مسلمها لربنا، بيقول له يا رب أنا مش عارف أمشي كويس، أنا ضعيف، أنا خايف من اليوم الأخير، لكن متكل عليك في اليوم ده إنك تقف تقول ده بتاعي وتناديني باسمك باسمي، لأني مش ضامن أي حد تاني، لا هلاقي حد يقول ده كويس ولا كلام الناس هيفرق معاك، فأنت الوحيد اللي ضامني، هنا ضامني وهناك ضامني، يومين الدنيا أنت ضامني والأبدية كلها أنت الضمان بتاعها، كن ضامني عند نفسك. من هو الذي يصفق يدي؟ يعني مش هسيب حد يمسك إيدي غيرك، هي معناها كده، مش هسيب حد يقول لي ما تخافش غيرك. لما كان بطرس ماشي على المياه، طبعا ده موقف غريب وعجيب، البحر عالي جدا وبطرس بيطلع وينزل، اول ما ابتدى يغرق قال له كن ضامني، فمد يده وامسك بيده وقال له يا قليل الايمان لماذا شككت. المسكه دي، من هو الذي يمسك يدي؟ انت ضماني، مش عاوز حد تاني، لا عاوز دكتور يمسك ايدي، ولا عاوز محامي يمسك ايدي، ولا عاوز بنك، ولا عاوز وزير، ولا عاوز بني ادم مهما كانت قيمته وعظمته يقول لي ما تخافش، لا انت بس. اول حاجة تدخلك على التسليم ما تنتظرش من نفسك كتير، لان طول ما بتستنى من نفسك كتير انت مش عارف تسلم، مش عارف تتكل، لسه ثقتك بنفسك معطلك. اللي معطل انك ترمي كله على ربنا، اما انك واثق قوي في نفسك او واثق زيادة في الناس، فربنا بيبقى إله غيور بيغير من نفسك وبيغير من الناس عليك، يقوم يكسرك ويكسر الناس اللي حواليك، يقول لك ها فاضل ايه؟ يقول له مش فاضل غيرك، يقول لك طب ها هتعمل ايه بقى؟ هتسلم ولا لسه؟ كن ضامني عند نفسك، من هو الذي يصفق يدي؟ ما عادش في حد يحط ايدي في ايدك، لا قادر امسك ايدي بايدي التانية ولا قادر احط ايدي في ايد حد، انا مفيش غيرك دلوقتي. مشكلتنا في التسليم العلبة اللي هنا دي، الدماغ دي، لأنه مش عارفة، مش راضي تقف تصلي وتقول له لتكن مشيئتك وتلحسها بعد دقيقة، تطلع بعدها بدقيقة ولا كأنك صليت، نقعد نحسب ونفكر ونجيب ونزيد ونعيد الله، مش قلت له لتكن مشيئتك؟ ملحقناش، ما خلاص، بدل قلت له يا رب في موضوع شاغلني، خلاص سمع ولا ما سمع؟ سمع. مش قلت له في مشكلة؟ يقول لي تعلم طلباتكم لدى الله، عرف يعني، عارف. طب بعد ما عرف هتراجع وراه؟ مش عيب طيب؟ هتسحب الطلب تاني؟ وقف دماغك، دي أصعب ما في التسليم، إنك توقف دماغك عن القلق وعن الحساب وعن مراجعة القرارات خلاص كن مطمئنا جدا جدا، ودع الأمر لمن بيده الأمر. تعرف توصل لدي؟ دع الأمر لمن بيده الأمر، شي واحد مسؤول، شي واحد شايل الدنيا كلها. لما بتيجي التجارب والألام للأسف بنفكر أكتر وبنتأكد من عجزنا، يعني المفروض وانت لما بتفكر وتحسبها تطلع كل مرة غلطان أو مفيش فايدة. مش الغرض تيأس، الغرض إيه؟ ما تفكرش. هي دي الرسالة اللي ربنا قصدها، تبطل تفكر، لأنك كل ما بتفكر بتتأكد إن ملهاش حل. يبقى المطلوب إيه؟ مش تيأس، ما تفكرش. إحنا بنفهمها بطريقة غير ربنا. ما تيأسش، ما تفكرش. ما تفكرش كلمة سهلة، لكن هي في التنفيذ مش سهلة. مش سهل، عاوزة جهاد، انك تفضل عينيك على ربنا وما تفكرش، ريح عقلك، بس عشان تريح عقلك ارفع قلبك عشان تريح عقلك. الآية جميلة بتاعت فيليبي 4، لا تهتموا بشيء، دي يعني وقف ده، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء، لانك لازم حاجة تشتغل يا قلبك يا عقلك، طول ما عقلك شغال مفيش تسليم،
ومفيش سلام. لما قلبك يشتغل او عقلك ياخد اجازه يبقى في تسليم وفي سلام وفي ضمان وفي امان وفي كل حاجه حلوه. لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. يعني كل دورك حول عليه. اعلمه علم، اول ما ربنا يقول علم خلاص روحنا علم خلاص، مالكش دعوه هيعمل ايه بقى، هو هيعمل حاجه بس لا امتى ولا ازاي مالكش دعوه بالتفاصيل. كل مره نقلق سوري في التعبير اللي اقوله، اعتبرنا نفسنا يتمى بلا اب، ودي اهانه للاب. كل مره نقلق دي اهانه لابونا السماوي. شوفوا بقى كل القلق اللي عندنا، كم مره نهينا الله بالقلق اللي جوانا، لان معناها يا ابني هو انا مت، يا ابني هو انا مش موجود، هي معناها كده. ليه يا حبايبي بتفكروا كده في قلبكم؟ ليه يا حبيبي تقول هم بكره؟ هو انا قصرت معاك امبارح؟ ليه خايف على صحتك؟ عمرك ما شفتني عملت ايه معاك في صحتك؟ ليه خايف على الفلوس؟ انت مش اكتر واحد دقت الفلوس قد ايه رخيصه وقد ايه انا بجيبها في الوقت المناسب. لماذا تفكرون بهذا؟ شيل هذا بقى، حط اللي انت بتفكر فيه في قلوبكم. ليه بتفكر في ولادك زياده؟ ولادك دول مش ولادي، اغلى عندي من عندك. ليه بتفكر في المشاكل وهي المشاكل دي انا ما اعرفهاش مثلا؟ لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ دي حته عاوزه مراجعه. كل ما تلاقي نفسك سرحان في حاجه تسمع ربنا بيوشوشك يقول لك ليه بتفكر ليه في المواضيع دي؟